عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. فليفعل. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما. وختام خواطر فلنأمل لشباب اليوم غدا أفضل، ولآخر لحظة ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا